السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السائلة: هل يجوز أن نبيع البيت الذي ورثناه عن أبي إلى قوم لم تكن صلتهم بأبي طيبة، في خصومات ومنازعات وفساد ذات بين، ممكن نبيع لهم هذا البيت؟ أم أن هذا يؤدي إلى شيء من القطيعة والفساد وتفاقم الخصومات؟ نقول لها: يا أمة الله، من حيث الصحة والفساد لا يفسد العقد بيع البيت إلى من لم يكن على صلة طيبة بالوالد، هذه ليست جزءا من أركان عقد البيع ولا من شرائط صحته، لكن في باب السياسة الشرعية ينبغي إحسان اختيار المشتري تأليفا للنفوس ودفعا لفساد ذات البين. ألا أدلكم على ما يفضل أو يعدل درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ألا لا أقول تحرق الشعر، ولكنها تحرق الدين. فإذا كان البيع إلى مشتر بعينه يؤدي إلى تفجير خصومات وإشعال فتن وعداوات، فإن الله لم يضيق عليكم والمشترون كثر، فأحسنوا اختيار المشتري الذي لا يترتب على البيع له إغراء بالعداوة ولا تشقيق خصومات أو منازعات. أسأل الله أن يصلح ذات بينكم وأن يؤلف بين قلوبكم.